هل منطقي ان يتم يعني اللي عبد المنصف اتكلم فيه ده الطبيعي ان يتم تأجيل الدوري؟ يتم لا طبعا، ما انت ما عندكش يعني نظام. دي انا شايفها ليها كارثه يعني. يعني خلي بالك، ما الانديه بتخسر من كده. لا كارثه ان انت بتتكلم في ان الكره ماشيه في مصر بالاتفاق، سواء مع الزمالك سواء مع الاهلي سواء مع اي نادي تاني، بالاتفاق. بالاتفاق انا طب انا هاجل لك ده وانت تلعب الماتش اللي بعديه، طب انا لعبت ثلاث ماتشات مضغوطه يبقى انت لازم تلعب. مفيش حاجه كده. كابتن وليد يعني سؤال صريح وتجاوب اجابه صريحه. قول ماشي. قول وانت لعبت في الزمالك كنت بتحس ان الزمالك فريق مضطهد؟ على ايامنا وعلى ايامي انا بتكلم بصفه عامه، انت راجل زملكاوي. ما انا بقول لك لا في حاجات طبعا الزمالك مضطهد فيها، في حاجات. ايه بقى الحاجات؟ لا ما هو بص الحلقه الجايه بقى بجيبها لك ورقه وقلم، لكن انا بجد لا في حاجات يعني مش هفتكر. لما من سنتين تقريبا لما الاهلي تقريبا بتلعب من افريقيا وكان عنده فرق مثلا 10 ايام وما لعبش فيه الدوري وتاجل لما طلع من افريقيا اخر بطوله. دي حاجات دي اللي فاكرها، لكن في حاجات كتير انا شايف ان في حاجات كتير. لكن على ايامي لما انا رحت نادي الزمالك احنا خدنا 3 دوري ورا بعض، فالموضوع ما كانش فيه اضطهاد ولا اي حاجه بالنسبه لي. لكن هو المعيار للاضطهاد بيتقاس بان انا لما اخد البطولات ما بقاش مضطهد، ولا ما اخدش بطولات ارميها على شماعه الاضطهاد؟ ما انا ما اعرفش ان انا هاخد بطوله ولا لا، لكن انا دلوقتي لما اجي الاقي ماتشات مثلا فرق هنا 4 ايام وفرق هنا 3 ايام، طب ليه؟ سواء هنا او هنا، خلي بالك سواء هنا او هنا. يعني فاهم؟ هي دي مشكله الانديه يا وليد ولا الاتحاد الكوره او لجنه المسابقات اللي بتحط جدول. يعني انا النهارده مثلا لما بتلعب في اوروبا، النهارده لما بتعرف النهارده ان الدوري الانجليزي هيبدا يوم كذا وهينتهي يوم كذا، ومحطوط فيه الاجنده الاوروبيه. كابتن عبد المنصف يا كابتن ابو الدهب وكابتن وليد، التصريح يعني الناس هتعدي كده في منتهى الخطوره. مش عارف يعمل ايه. لا هو لغى معسكر بناء على تصريحات سيد عبد الحفيظ. بس ما دي كارثه، ما دي ده اتحاد الكوره. ايوه طب ما ده خلي بالك، يبقى كده مين اللي بيدير الكوره يا كابتن في مصر؟ تصريحات لا مش التصريحات. يا وليد انت لو عندك اتحاد قوي اقوى من الانديه هتبقى عندك كره. أيوة كره قدم يعني. يعني انا النهارده انا ما ينفعش حتى لو انا نادي او رئيس نادي او مدير كره في نادي، ما ينفعش اقول انا مش هلعب لما يحصل كذا. لا طبعا انا اتحاد الكوره هو اللي بيحط. يعني النهارده الزمالك بيقول لك مش هلعب اسوان، ما لعبش اسوان النهارده. تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول لك انا مش هلعب عشان اللعيبه بتاعتي موجوده. يبقى انا اللي بتكلم، يبقى انا اللي يعني الانديه هي اللي بتتكلم. النهارده هتطلع النهارده فين حقوق؟ منطقي ان الاهلي ما يلعبش عشان المنتخب الاولمبي لعيبته مش موجوده كابتن وليد؟ يعني على يعني لا مش منطقي طبعا. لما ما تلعبش ولا لا مش انت النهارده ده تكافؤ فرص منطقي ولا لا؟ هو قال لك مش منطقي. لا منطقي ان هو ما يلعبش، محتاج اللعيبه بتاعته. طب انت يبقى كل نادي هيقول لك بص يا اسلام، كل فرقه او كل نادي هيدافع عن حقوقه. النهارده انا مش هلعب عشان محتاج اللعيبه بتاعتي. النهارده الزمالك طيب لا انا مش هلعب عشان الولد. لما الاهلي والزمالك بيلعبوا في افريقيا بنقول ان هم بيلعبوا باسم مصر. المنتخب الاولمبي او المنتخبات. لا المنتخب الاولمبي انا بلعب باسم مصر وكلنا بنلعب وبنعمل دوري عشان منتخب مصر، عشان المحافل اللي احنا الدوليه اللي احنا موجودين فيها. فبالتالي مش منطقي. بص يا اسلام معلش، ما ده مش عيب الانديه. انا خلصت. طب انا اتكلم في حاجه، ما ينفعش ان انا بلعب في بطوله الدوري وبطوله افريقيا والاهلي مضغوط وفي بيلعب يعني على نهائي او بنهائي، ما ينفعش حاجه اسمها ان انا هاجل لك ماتشات عشان بطوله افريقيا اهم. انا ماليش دعوه، انا عندي بطوله دوري وعندي جدول محطوط. ما ينفعش ان انا اقول اجل لك 3 4 ماتشات، سواء خلي بالك سواء اهلي او زمالك برضو. سواء اهلي او زمالك ما ينفعش اقول لك ان انا هاجل لك 3 4 ماتشات او 6 ماتشات عشان بطوله افريقيا. طب افرض انت لا قدر الله طلعت قبل ما خدتش البطوله، انت بوظت لي الدوري. ما فيش حاجه اسمها كده، انت موجود.